نقف معنا على الخطوات الهامة التي قطعها هذا الصرح المؤسساتي الهام، والذي يعد أحد أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عقب توليه شؤون البلاد تجسيدا لالتزامه الثالث بإجراء إصلاح شامل للدولة ومؤسسات الجمهورية. ولعل تشريف لقاءنا هذا بإضفائه رعايته السامية على أشغاله يعكس حرصه الدائم للرقي بأداء هذه الهيئة وفي طليعته التكفل الأمثل بانشغالات المواطن باعتباره مركز كل الاهتمامات.